بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي طلبة الفرقة الرابعة شعبة نظم معلومات إدارية، أهلا وسهلا بكم في محاضرة من محاضرات مقرر Studies in Accounting، دراسات محاسبية بلغة. تكلمنا في محاضرة سابقة عن النسب المالية بصورة عامة، Financial Ratio in general. اتكلمنا عن النسب المالية بسرعة. فمن النهاردة من محاضرة النهاردة ان شاء الله هنبدأ ناخد كل مجموعة من النسب، كل مجموعة من النسب، ونبدأ ناخدها بالتفصيل وناخد تمارين عليها عشان نفهم برضو ازاي بنحسب هذه النسب. هناخد مدلول كل نسبة، الامبورتنس بتاعها، ونشوف اكزامبل على الايه، على الريشيو دي. النهارده هنشتغل في الليكويديتي ريشيو، نسب السيوله، النسب اللي هي بتقيس مقدره الشركه او نسبه السيوله في الشركه عشان تسدد الالتزامات اللي هي فين، في الشورت ران، في الاجل القصير. انا عندي الليكويديتي ريشيو، liquidity ratio اللي هي ratios اللي هي نسب السيولة. liquidity ratios assess a business liquidity، بتقدر سيولة، مستوى السيولة في الشركة. يبقى نسب السيولة وظيفتها بتعمل ايه؟ بتقدر مستوى السيولة في الشركة. على سبيل المثال، for example its ability to convert its assets to cash and pay off its obligation without any significant difficulty. صعوبة يعني delay or loss of value. عايز يقول ان نسب السيولة بتقيس مقدرة الشركة، السيولة بتاعت النسبة، السيولة بتاعت الشركة في مستوى السيولة في الشركة، بتقيس قدرتها على تحويل الأصول بتاعتها لنقدية، وبالتالي هتدفع الالتزامات بتاعتها بدون اي صعوبة جوهرية. يعني ما ترتبش عليها تأخير سداد الالتزامات او ان هي تخسر ايه، تخسر الخير. Liquidity ratios، نسب السيولة، are particularly useful for suppliers, employees, banks, etc. بيقول ان نسب السيولة بصفة خاصة مفيدة لمين؟ suppliers، الموردين، employees، العاملين، banks، البنوك. Important liquidity ratios are أهم نسب سيولة احنا هنتكلم عليها، زي ال current ratio، ال quick ratio، ال cash ratio. ال current ratio اللي هي اسمها نسبة التداول، والكويك ريشيو نسبة السيولة اللي هي بنسموها اسيد تيست ريشيو، وكمان كاش ريشيو نسبة السيولة السريعة. يبقى احنا النهاردة هنتناول ثلاث تايبس اوف ليكويديتي ريشيو، نسب السيولة. كل محاضرة النهاردة هتدور على نسب السيولة. هناخد كل نسبة من النسب دول، نشرح مكوناتها، وناخد مثال، ناخد مثال عليها. أول نسبة في liquidity ratios، current ratio، نسبة التداول. current ratio، نسبة التداول، is a liquidity ratio، هي نسبة من نسب السيولة، which measures company ability to pay its current liabilities with cash generated from its current assets. بيقول ان نسبة التداول دي هي نسبة من نسب السيولة، بتقيس ايه؟ بتقيس مقدرة الشركة على سداد الالتزامات قصيرة الاجل، او اللي هي الالتزامات المتداولة، الـ current liabilities، with من خلال النقدية المتولدة
من الأصول المتداولة. يعني عايز يقول هي مقدرة الشركة على سداد الالتزامات المتداولة من خلال الأصول المتداولة current assets، يعني الأصول المتداولة current liabilities اللي هي الالتزامات المتداولة. If equals current assets بتساوي يعني كيفية حسابها بتساوي current assets divided by current liabilities بتساوي الأصول المتداولة على الايه على ال بتساوي الايه الالتزامات المتداولة على الأصول المتداولة. طيب ال current assets it equals current assets divided by current liabilities يعني بتساوي الأصول المتداولة مقسومة على الالتزامات المتداولة. ال current assets اللي هي عبارة عن ايه؟ ال R assets هي الأصول that are expected to be converted هي الأصول التي من المتوقع أن to be converted يتم تحويلها لإيه؟ لكاش within normal operating system or one years هي الأصول المتوقع إن إحنا نحولها لنقدية خلال دورة التشغيل أو سنة خلال دورة التشغيل أو إيه أو سنة. يعني كمان ممكن نضيف عليها حتة صغيرة كده أيهما إيه أيهما أطول. يبقى الـ current assets are assets that are expected to be converted to cash within normal operating cycle or one year هي الأصول التي من المتوقع أن يتم تحويلها لنقدية في إطار دورة التشغيل العادية أو خلال خلال سنة. Examples of current assets include أمثلة للأصول المتداولة زي إيه كده؟ زي الكاش and cash equivalents يعني الحاجات اللي هي لها طبيعة النقدية زي النقدية والحاجات الحسابات اللي هي لها طبيعة النقدية. marketable securities الاستثمارات قصيرة الأجل short term investment استثمارات قصيرة الأجل account receivable حسابات المدينين short term portion of notes receivable النسبة قصيرة الأجل من أوراق القبض نوت ريسيفابل يعني أوراق القبض inventories المخزون and short term prepayment والمصروفات المقدمة قصيرة الأجل قصيرة الأجل المصروفات المقدمة قصيرة الأجل. يبقى الـ current assets الأصول المتداولة هي إيه؟ هي الـ assets هي الأصول that are expected to be converted to cash within normal operating cycle or one year هي الأصول اللي سهل اللي نتوقع إن إحنا نحولها لنقدية خلال إيه؟ دورة التشغيل أو سنة. لو قلنا examples of current assets أمثلة على الأصول المتداولة زي إيه؟ include cash النقدية cash equivalents الحاجات اللي لها طبيعة النقدية marketable securities الأوراق أو الاستثمارات المالية short term investments الاستثمارات قصيرة الأجل account receivable حسابات المدينين short term portion of notes receivable النسبة قصيرة الأجل من أوراق القبض يعني أوراق القبض النوت ريسيفابل divided to short term and long term هنا بناخد short term of notes receivable والinventories اللي هو المخزون والshort term prepayments اللي هي المصروفات المقدمة قصيرة الأجل قصيرة الإيه دي يكون لها اللي هي الـ current assets.
اللي هو البسط بتاع الايه؟ بتاع المعادله بتاعه الكرنت ريشيو. احنا بنقول الكرنت ريشيو لينك بين ايه؟ لينك بين الكرنت اسيتس والكرنت لايبيلتيز. طيب احنا دلوقتي وضحنا الكرنت اسيتس، عايزين بقى نشوف الكرنت ايه؟ الكرنت لايبيلتيز. الكرنت لايبيلتيز اللي هي الالتزامات قصيرة الأجل، بتمثل إيه؟ are obligations that require settlement within normal operating cycle or next 12 months. يعني الالتزامات اللي المطلوب تسويتها خلال دورة التشغيل أو 12 شهر، يعني إيه خلال، يعني إيه خلال سنة. هي الالتزامات المستحقة خلال دورة التشغيل أو خلال إيه؟ أو خلال سنة. زي إيه؟ examples of current liabilities، أمثلة للالتزامات المتداولة أو الالتزامات قصيرة الأجل، include account payable، account payable اللي هي إيه؟ account payable اللي هو حسابات الدائنين، حسابات الدائنين. زي حسابات الدائنين السالاريز اند ويجز، يعني الاجور والمرتبات المستحقه. البيبل كارنت تاكس بيبل، الضرائب الايه المستحقه. والاكيورد اكسبنسز اللي هي المصروفات الايه المصروفات المستحقه. يبقى الكارنت لايبيلتيز الالتزامات المتداوله اللي هي المقام بتاع الايه الكارنت ريشيو بتاع نسبة التداول، عبارة عن إيه؟ عبارة عن obligations that require settlement within normal operating cycle or next 12 months، أو اللي هي الالتزامات المفروض نعمل لها تسوية خلال دورة التشغيل أو 12 شهر أو خلال السنة السنة القادمة. قلنا example ليها زي إيه؟ زي account payable، زي note payable. نوت بيبل يعني ايه؟ يعني اوراق الدفع. اكونت بيبل يعني حسابات الدائنين. السالاريز اند ويجز بيبل الورد والمرتبات المستحقه. الكرنت تاكس بيبل الضرائب الايه؟ الضرائب المستحقه في الاجل القصير. وكمان الافيور اكسبنسز اللي هي الاجور الايه؟ المصروفات الايه؟ المستحقه. الفورمولا بتاعت الايه الكرنت ريشيو is calculated using the following formula. Current ratio equal current assets divided by current liabilities. يعني الكرنت ريشيو بتساوي ايه؟ الاصول المتداوله على الالتزامات المتداوله. current ratio of one، لو النسبه دي ساوت واحد it's safe، بتكون الشركة في أمان. ليه؟ because it means that current assets are more than current liabilities. يعني بتكون الأصول المتداولة بتاعتنا أكبر منين؟ أكبر من الالتزامات المتداولة. And the company shouldn't face any liquidity problem. والشركة هنا ما بتواجهش أي مشاكل فين؟ ما بتواجهش أي مشاكل في السيولة. يعني عايز يقول ان الكرنت ريشيو لو كانت اكبر من واحد، يعني الكرنت ريشيو دي لو اكبر من واحد اوف واحد اعلى من واحد، يعني اوف واحد يعني اعلى من واحد، معنى كده ايه؟ معنى كده ان البسط هنا اكبر من مين؟ اكبر من المقام. يبقى الكرنت ريشيو اوف وان لو اكبر من الواحد، معنى كده ان الشركة في وضع مطمئن، في وضع امن. because it means that current assets
مور ذان كارنت رايفلز، ان الاصول المتداوله اكبر منين؟ اكبر من الالتزامات المتداوله. يعني في معنى ايه الكلام ده؟ يعني انا ممكن اسدد الالتزامات المتداوله بتاعتي بجزء بسيط بس منين؟ من الكارنت اسيت. الكارنت ريشيو بيلو 1 لو هي اقل من 1 mean that current liabilities are more than current assets. يعني الالتزامات المتداوله بتاع اكبر منين؟ اكبر من الاصول المتداوله. Which may indicate liquidity problems. هي مؤشر على وجود مشاكل في السيوله. In general, higher current ratio is better. Higher current ratio is better. يعني كل ما كانت نسبة التداول كبيرة ده بيكون أفضل لمين؟ أفضل للشركة. يعني كل ما كان إيه؟ كل ما البسط بتاع إيه؟ النسبة اللي هو الكرنت أسيت زاد عن الكرنت لايبيليتيز، ده بيكون أفضل للشركة لأنها ممكن تبيع جزء من الأصول وتسدد الالتزامات إيه بتاعتها، وبالتالي ما تخسرش كل الأصول. لو أخدنا مثال على الـ current ratio، example calculate and analyze current ratio for the Coca-Cola company and Pepsi incorporations based on the information given below. احسب وحلل نسبة التداول للشركتين دول في ضوء المعلومات اللي احنا موجودة لأسفل المثال ده. فهنا بيقول لي مثلا انا عندي لي هنا 3 years 2012 2013 2014، عايزين كل شركه الكرنت اسيتس والكرنت ايه والكرنت لايبيليتيز الشركتين. فهنا انا هاجي مثلا في سنه 2014 بشكل الاولى، هنقول هنا الكرنت ريشيو ايكوال كرنت اسيتس ديفايد باي كرنت لايبيليتيز، يعني 32986 على 32374، ونطلع الايه؟ ونطلع النسبة. ايه الـ current ratio for Coca-Cola for 2014 equal 32986 على 32374 هتساوي كام؟ 1.2، يعني الأصول هنا ايه؟ ها؟ اوف اوف ايه؟ هنا الكرنت ريشيو اوف 1 ولا بلو 1؟ لا اوف 1، يعني الكرنت اسيتس ها جريتر ذان الكرنت لايبيليتيز، وبالتالي هنا وضع كويس لايه؟ وضع كويس للشركه. هنشوف النسب، انا حاسب النسب لكل الايه؟ السنوات دي، لان مهم قوي ان احنا نقارن السنوات تطور النسبه عشان نشوف اتجاه السيوله الشركة رايح فين. The following table show current ratio for both companies for the 3 years. في 2014 لو ايه 2012 كانت 1.9، كان في 2013 1.10، في 2014 1.2. هنا الشركة بيبسي كولا برضو حسبنا لها برضو النسب بنفس الصورة، قسمنا الكرنت ايه اسيتس على الكرنت لايبيليتيز. ازاي بقى نفسر الارقام اللي ظاهرة قدامنا دي، النسب اللي احنا حسبناها دي؟ we say that بيبسي كولا has لاحظ النسب هنا بتاعت بيبسي كولا اعلى من النسب اللي المقابلة بتاعت كوكا كولا، يعني مثلا هنا 1.14%، هنا 1.2%، هنا 1.24، هنا 1.13، هنا 1.10، وهنا 1.9%. فالنسب في البيبسي كولا greater than Coca Cola. You see that Pepsi Cola has higher current ratio than Coca Cola in each of the 3 years, which means that Pepsi Cola is in a better position to meet short-term liabilities. هي في وضع أفضل إن هي تسدد التزاماتها القصيرة الأجل with short term assets من خلال الأصول قصيرة الأجل. However, current ratio for Coca-Cola to have stayed above one in all
فير واتش از نوت ايه باد. ومع ذلك خلي بالك ان النسب برضو بتاعه تشيك الكحوله كلها ها اباف ايه اباف 1 او اوف 1 يعني اعلى من واحد، وبالتالي برضو هي في وضع ايه وضع مش وحش. يبقى كده احنا خلصنا نسبه الايه نسبه الكرنت ريشيو اللي هي نسبه الايه نسبه التداول. النسبه الثانيه اللي معانا اللي هي الكويك ريشيو، نسبه الايه نسبه السيوله. نسبه السيوله الكويك ريشيو، كويك ريشيو also known as acid test ratio، نسبه الايه السيوله. is a liquidity ratio، هي نسبة من نسب السيولة. which measures the dollars of liquid current assets available per dollar of current liabilities. يعني هي بتقيس كل دولار كل جنيه من الأصول المتداولة هيغطي قد ايه من الالتزامات المتداولة. liquid current assets الأصول المتداولة السائلة are current assets which can be quickly converted to cash without any significant decrease in their value. يعني عايز يقول الأصول المتداولة اللي هي ممكن هو السائلة يعني التي يسبق تسهيلها يعني هي الأصول المتداولة التي يمكن تحويلها بسرعه لنقديه بدون اي انخفاض جوهري في قيمتها. liquid current assets الاصول المتداوله السائله. طيب كلي include cash بتتضمن النقديه، marketable securities and receivable الأوراق المالية والمدينين. quick ratio is expressed as a number instead of a percentage. يعني احنا بنعبر عنها برقم بدل ايه بدل نسبة، رقم بدل ايه بدل نسبة. quick ratio is a stricter measure of liquidity of company that its current ratio. يعني النسبة بتاعت السيولة دي مقياس حاد للسيولة مقارنة بالcurrent ايه مقارنة بالcurrent ratio. why current ratio compares the total current assets to total current liabilities. خلي بالك احنا كنا في نسبة التداول بنقارن اجمالي الاصول المتداوله مع اجمالي الالتزامات المتداوله، او على الرغم ان في نسبه التداول او بينما في نسبه التداول يتم مقارنه الايه الاصول المتداوله مع اجمالي الالتزامات المتداوله. الكويك ريشيو هنا نسبه السيوله كومبير كاش and near cash current assets، يعني النقدية والأصول قصيرة الأجل اللي هي لها طبيعة الإيه لها طبيعة النقدية with current liabilities مع إجماع مع الأصول مع الالتزامات الإيه المتداولة. خلي بالك إن الإيه المقام في النسبتين ما بتغيرش، المقام في النسبتين اللي هو الكرنت ايه الكرنت لايبلتيز. كل الاختلاف فين في البسط، احنا في الايه في البسط في نسبه في الكرنت ريشيو كنا بناخده الكرنت اسيتس، اما ان هنا بقى في الايه في الايه كويك ريشيو بناخده الايه الاسيتس اللي هي لها طبيعه الكاش اور نير كاش كرنت اسيتس او الاصول المتداوله اللي هي لها طبيعه الايه لها طبيعه النقديه. ساينس near cash current assets are less than total current assets. طبعا دائما هتكون ان الاصول المتداوله اللي هي لها طبيعه النقديه بتكون اقل من اجمالي الاصول المتداوله. عشان كده الكويك ريشيو is lower than current ratio، نسبه السيوله بتكون اقل من نسبة التداول. ليه؟ لأن البسط هنا
في نسبة التداول كنا بناخد كل إجمالي الأصول، أما في نسبة في الكوك ريشيو بناخد الأصول اللي هي تبعت الإيه؟ تبعت النقدية، بناخد جزء بس من أصول التداولة، عشان كده الكارنت ريشيو هتكون أقل منين؟ هتكون أقل من الكوك ريشيو، هتكون أقل منين؟ من الكارنت ريشيو. Unless all current assets are liquid. ليه؟ لأن مش كل الأصول الكسور، مش كل الأصول المتداولة بيكون لها إيه؟ يسهل إيه؟ يسهل تسييرها أو تحويلها لإيه؟ نقدية. كوك ريشيو most useful، بتكون أكثر إفادة where the proportion of illiquid current assets to total current assets is high، بتكون مفيدة قوي لو نسبة الأصول، لو نسبة الأصول المتداولة اللي هي يصعب تسهيل تسهيلها أو تحويلها النقدية بتكون مرتفعة، وبالتالي عند البسط هيقل، فهتكون نسبة معبرة أكتر عن إيه؟ عن مقدرة الشركة على سداد الالتزامات. however quick ratio مع ذلك is less conservative than cash ratio، أقل إيه؟ أقل تحفظا من الكاش ريشيو. another important liquidity parameters، يعني إيه؟ كمقياس آخر للسيول. الكرنت الكويك ريشيو بنحسبها ازاي؟ بناخد الايه؟ بناخد الكاش زائد بلس الماركتابل سيكيورتيز بلس الريسيفابل، ونقسمهم على ايه؟ على الكرنت لايبيلتيز. يعني بناخد الليكويد كرنت اسيتس، بناخد الليكويد كرنت اسيتس ونقسمه على الكرنت ايه؟ ونقسمه على الكرنت لايبيلتيز. بناخد الاصول المتداولة اللي هي لها طبيعة النقدية أو يسهل تحويلها النقدية أو يسهل تسهيلها يعني، ونقسمها على الـ current liabilities اللي هي الالتزامات المتداولة. liquid current assets زي إيه؟ بقول لك زي الكاس، زي النقدية. marketable securities الأوراق المالية اللي هي قصيرة الأجل، والreceivable حساب المدينين، على ونقسمه على الايه؟ على الكرنت لايبرتي، نقسمه على الكرنت لايبرتي. زي ايه؟ النديه طبعا معروفه، الماركتبل سيكيورتيز ار ذوز سيكيورتيز او انفستمنتس ويتش كان بي ايزلي كونفرتد تو كاش، هي الاوراق الماليه او الاستثمارات التي يسهل تحويلها لايه؟ التي يسهل تحويلها لنقديه. عشان كده طالما انا يسهل تحويلها لنقديه، فانا ممكن تخش فين؟ تدخل في الكود ريشيو. within a short period of time، يسهل تحويلها النقدية بس في امتى؟ في الاجل الاجل القصير. receivable include account receivable and note receivable، اللي هي تتضمن حساب المدينين واوراق واوراق القبض. another approach to calculation of quick ratio، عن في مدخل تاني بنحسب بيه الكويك ريشيو. يعني احنا في المدخل اللي فات كنا بناخد الايه؟ كنا بناخد بس الايه؟ الاصول اللي هي طبيعه النقديه. في المدخل الاخر ايه؟ ناخد اجمالي الاصول ونطرح منه ايه؟ نطرح منه الايه؟ الاصول اللي هي سهله التحويل ليه؟ او صعبه التحويل لنقديه. another approach to calculation of quick ratio involves subtracting all illiquid current assets، ان احنا بنطرح كل الاصول اللي هي صعب تحويلها لايه؟ صعب تحويلها النقديه. لما اطرح الاصول اللي هي صعب تحويلها لنقديه من الاصول المتداوله، هيتبقى لي ايه؟ هيتبقى لي الاصول اللي هي يسهل تحويلها لايه؟ يسهل تحويلها لنقديه، اللي هتديني برضه نفس الايه؟ نفس النتيجه. another approach to calculation of quick ratio، المدخل الاخر لحساب نسبه السيوله، involves بيتضمن subtracting all illiquid current assets، ان احنا بنطرح كل الاصول المتداولة التي يصعب تحويلها او يصعب تسهيلها from total current assets من اجمالي الاصول المتداولة، and dividing the result figured by the total current liabilities. والنتيجة ده هو بنقسمه على ايه؟ على الالتزامات الإجمالي، الالتزامات المتداولة. الليكويد كارنت اسيتس
اللي هي الأصول المتداولة التي يصعب تحويلها النقدية، زي إيه؟ زي الـ liquid current assets are current assets which can't be easily converted to cash، زي إيه؟ بيصعب تحويلها النقدية، زي prepayments يعني المصروفات المقدمة، advances tax inventories يعني الضرائب المقدمة، المخزون، الحاجات دي كلها بيصعب تحويلها لإيه؟ بيصعب تحويلها لنقدية. Quick ratio is an indicator، نسبة السيولة هي مؤشر لإيه؟ Of most readily available current assets to pay off short term obligations، هي مؤشر للسرعة اللي من خلال الأصول المتداولة إن إحنا نسدد الالتزامات قصيرة الأجل. لو أنا عندي مثال، هو عندي two firms you are a financial analyst tasked to analyze liquidity position of Apple Incorporations and the QE Incorporation using the quick ratio. The following is an extract from a balance sheet of Apple and QE for the last period. يعني بقول لك انا عندك ايه، انت بصفتك محلل مالي عايزك تحلل الشركتين دول، ادي الشركه الاولى وادي الشركه الايه وادي الشركه الثانيه. الشركه الاولى جايب لي هنا انا استخدم هنا، يعني الهدف ان انا جايب لك هنا شركتين، ان انا عايزك تستخدم المدخل الاولاني في الشركه الاولانيه او المدخل الثاني في الشركه الايه الثانيه. هنشوف كده اهو الـ amount other than ratio are in millions، يعني بقول لك المبالغ دي بالايه بالمليون. كويك ريشيو اوف شركة ابل، اخدنا الايه الاصول اللي هي الليكويد، الاصول اللي هي الايه الاصول اللي هي الليكويد، الاصول اللي هي الليكويد زي ايه، الاصول الليكويد زي ايه في شركة هنا، بين الكاش اند كاش ايكوفالنت 21 عند شورت تيرم انفستمنت، وعند الايه الريسيفابل، اهم الثلاث عناصر دول هناخدوهم ونقسمهم على التوتال ايه، على التوتال لايبيليتيز، ناخدهم نقسمهم على الايه على التوتال لايبيليتيز. التوتال لايبيليتيز عند هنا كام؟ اهو 80610 ايه، الكاش اند كاش ايكوفالنس 21120 زائد هنجمع عليهم كمان 20480 زائد 16849 ونقسمهم على التوتال كارنت لايبيليتيز، هيدينا الايه النسبه الاولى في الشركه الايه شركه ابل. اما الشركه الثانيه الكويك ريشيو اوف كيوي، هناخد اجمالي الاصول ونجمع منها ايه، هناخد منها اجمالي الاصول التوتال كارنت اسيتس، وهنطرح منها الانفنتوريز البريبيد اكسبنسز والديفرد انكم تاكسز، هنطرح منها العناصر دول اللي هي يسهل تحويلها النقديه، يديني الاصول التي يسهل تحويلها النقديه ونقسمها على التوتال ايه، نقسمها على التوتال لايبيلتيز. زي يبقى كده استخدمنا الايه، استخدمنا الايه المدخلين. طبعا نسبه الايه السيوله في شركه ابل 73%، في شركه كيوي 99%، عشان كده كيوي هاز كويك ريشيو 99% as compared to 73% ابل، which ابل كويك ريشيو از جود سيف، رغم ان هي الى حد ما امنه، انما كيوي طبعا افضل طبعا كيوي افضل من افضل من شركه ابل. النسبه الثالثه اللي معانا اللي هي الكاش الكاش ريشيو. الكاش ريشيو is the ratio of very liquid current assets، نسبة سريعة أو للإيه في بناخد الحاجة السريعة التحويل النقدية في الإيه في الأصول المتداولة، يعني بالنسبة لنسبة السيولة السريعة، نسبة السيولة الإيه، نسبة السيولة السريعة. في النسب اللي فاتت، في النسب اللي فاتت كنا إحنا في النسب اللي فاتت في الكويك ريشيو كنا بناخد النسب الايه، كنا بناخد الايه بنستبعد الاصول اللي هي يصعب تحويلها لنقديه، انما هنا بقى في الايه في الكاش ريشيو بناخده ايه، بناخده الحاجات السريعه جدا
تحولها لايه؟ تحولها لنقديه. الكاش ريشيو ذا ريشيو اوف فيري ليكويد كارنت اسيتس، اللي هي سريعه التحويل او سريعه التسهيل النقدي. such as cash and short term marketable securities of a company to its current liabilities. يعني بناخد الاصول اللي هي سريعه التحويل جدا للنقديه عشان نسدد بيها الكرنت liabilities. cash ratio is the most conservative liquidity ratio. نسبه السيوله السريعه هي نسبه الاكثر تحفظا في نسبه السيوله. because it takes only the near cash current assets. ان هي بتاخد في الاعتبار الاصول المتداوله اللي هي سريعه جدا او التي يسهل او ان يكون في سرعه تحولها لنقديه. and compare them with current liabilities. ونقارنها بالالتزامات المتداوله. this ratio is most relevant for companies in crisis situation. يعني هذه النسبه انت ممكن تعتمد عليها تقيس بيها الشركات اللي هي بتواجه مخاطر او اللي هي في مشكله. since cash and cash equivalents are readily available and short term marketable securities can be easily converted to cash in a very short time. ان الكاش وما يعادلها حاجات سهل ان احنا نحولها لايه، وكمان استثمارات ايه قصيره الاجل او رقم ماليه قصيره الاجل يسهل تحويلها لنقديه في الاجل الايه ان فيري شورت تايم في الاجل القصير. كاش ريشيو نسبه السيوله السريعه اساسس ا كومباني ليكويديتي، بتقدر سيوله الشركه او الماركت بوزيشن ان ورست كيس سيناريو، في اسوء حاله في اسوء سيناريو بيقابل الشركه. يعني بتقدر نسبه السيوله في الشركه بس امتى؟ في اسوء سيناريو بيواجه الشركه. سيناريو ان ويتش ات از انيبل تو جنريت اني كاش فروم سيفابل اند انفنتوريز اند ماست بي كارنت لايبلز اوت اوف فيري ليكويد اسيتس. يعني السيناريو ده اللي هو بتكون ان الشركه غير مش عارفه تولد نقديه من المدينين او المخزون، وبتدفع كل التزاماتها الجاريه منين؟ من الايه؟ من الليكويد اسيتس. بنحسبها ازاي؟ بناخد الكاش زائد الماركتبل سيكيورتيز ديفايد باي كارنت لايبيلتيز. يبقى نسبه السيوله السريعه بتاخد الكاش زائد البلس الماركتبل سيكيورتيز ديفايد باي كارنت كارنت لايبيلتيز، بنقسمهم على الالتزامات الايه؟ المتداوله. يعني بناخد النقديه زائد الايه؟ الاستثمارات قصيرة الأجل ونقسمهم على الالتزامات المتداولة. cash include cash in hand النقدية اللي موجودة يعني and cash at bank النقدية في البنك while marketable securities are very short term investment. استثمارات قصيرة الأجل which can be converted to cash quickly، ولكن بيسهل تحويلها النقدية بسهولة without any significant loss of value، بدون ان احنا ما نخسر اي حاجة فين في قيمتها. اما الـ current liabilities are those liabilities which are to be settled within 12 months or in one operating cycle. اي الالتزامات المتداولة، هذه الالتزامات اللي هي يتم تسويتها خلال 12 شهر او دورة الايه؟ او دورة التشغيل. انا هاخد مثال دلوقتي، مثال ونعرف ازاي بنحسب الكاش ريشيو. لو في عندي شركه a company has prolonged assets and liabilities at the year end December. الكاش عندي، الكاش وعندي الماركتبل سيكيورتيز، عندي الاكونت ريسيفبل، عندي بريبيد انشورنس اند توتال كارنت لايبيلتيز. وبقول لي كالكوليت كاش ريشيو فروم ذا ابوف انفورميشن، بقول لي احسب نسبه السيوله منين؟ من المعلومات اللي انا هديها لك اللي هي دي باعلى. السوليوشن انا عندي الكاش ريشيو هتساوي ايه؟ ها؟ هتساوي احنا قلنا بتساوي الكاش بلس ايه؟ بلس ماركتبل سيكيورتيز ديفايد باي توتال كارنت لايبيلتيز اللي هي 34,390 زائد 12,000 نقسمها على التوتال كارنت لايبيلتيز هتساوي 63 ايه؟ 63
من 100. ناخد اكزامبل تاني. كالكوليت كاش ريشيو فروم ذا فولوينج انفورميشن. انا عندي الكاش وعندي الدليفري بيل، اسهم الخزينه، اسهم موجوده في الشركه يعني، وعندي الاكونت ريسيفابل، وعندي التوتال كارنت لايبيلتيز. هنا السيلز ريجيبل تريجري بيلز ار ماركتبل سيكيورتيز، thus we will calculate cash ratio as well. عشان كده هي بتعتبرها من الاستثمارات قصيرة الأجل، وبالتالي احنا هنا ايه بندخلها مع الكاش. يعني ناخد قيمة الكاش بلس تريجري بيلز ونقسمهم على التوتال ايه، على التوتال كرنت لايبيلتيز، هيساوي كام؟ 48%. وبكده نبقى انتهينا من النوع الأول من الريشيو، الفاينانشال ريشيو، اللي هي اللي هي الليكويديتي ريشيو. أخذنا ثلاث نسب، أخذنا الكرنت ريشيو، أخذنا الكرنت ريشيو والليكويديتي ريشيو والكاش الكاش ريشيو. إن شاء الله بإذن الله في المحاضرة القادمة نبدأ في مجموعة تانية من النسب المالية، وهناخد أمثلة عليها إن شاء الله بإذن الله في خلال المحاضرات القادمة. لو في أي استفسار يسيبوا لي تحت، علق لي تحت الفيديو وقول لي أي استفسار أنا ممكن أرد لك عليه. مهم قوي الأمثلة دي علشان خاطر أنت عارف إن النسب المالية يهمني قوي إزاي تفهم إزاي تحسبها وإزاي تفصل الرقم بتاعها. يعني تقول لي تفسير الإكسبلينيشن بتاع بتاع الرقم اللي طالع. وبكده تكون انتهينا من محاضرة النهاردة، وإن شاء الله بإذن الله نستكمل في المحاضرات القادمة باقي النسب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.